السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. هانين؟ ايوا توحشتونيش. المهم اليوم الروتين ديال الليل، ديال العشاء ديال هاد الليل، وقلت نشاركو معاكم عادي، ولكن عندي لكم واحد المعقودة ليها سر انا نعطيه لكم. الا عجبتكم دعوا معايا، دعوا معايا شي صحيحة، حيت عيانة والله العظيم، راه تنكابر باش نصور لكم هادشي، وحق الله العلي العظيم والله تمريضة. المهم دابا هذا هي الشرن، دابا راه وقيتو عرفتي تبارك الله. هاد الشرن مايا نفكرني في الوالدة ديالي، كانت تصايبونا كنا صغار، والله ماشي داك الكبير ماشي داك الصغير. انت شي نهار نشارك معكم التنقية ديالو، واحد الطريقة عجيبة عندي. المهم كلشي عارف الشرن، هو السر ديالو هو دير ليه هو الملحة والبزار لا غير، شي حاجة أخرى ما تجيش. المهم هنا خلطت الملحة وشوية الملحة وشوية البزار، مي بطيب ليا البطاطا راه درتها تسلق، ونوريكم الطريقة. السر ديالها بحال اللي تتجي عند هادوك مال المحلات، اللي تيصايبو معقودة المختصين بالمعقودة، ولكن هادي حسن بنينة وديال الدار، تتعرفي شنو تتاكلي وشنو تتوكلي وليداتك. المهم هانتوما دابا تندير شويه الملح والبزار، ما تقويوش الملح باش ما يجيش الملح تيجي غزال. بغيت نشارك معكم عشايا، فراسكم تندير سنبغيو تيبغيو ولادي العشاء على الغدا، وحق الله تنوفل تيعز عليه العشاء. دابا راه كنت نديرو في الغدا، قالك لا خلي لنا حتى الليل، درت له مطويجين. المهم بقاو معايا، بقاو معايا تنطيب البطاطا ونوريكم المقادير. المهم هو درت ليه دابا الإقامة كلهم، هاهما نخليوه يرقاد شويه الملح والبزار، بقاو معايا حتى الاخر. هانتوما الاقامه ديال المعقوده، ضحكوا عليا بعدا راه سجلت وعاود مسحت وعاود دابا تنسجل، قولوا علاش بكثره ما عيانه قسما بالله العظيم، تتشتت ليا البزار والتحميره والملحه وحبس بوفالج بوفالج والله العظيم. هانتوما شوفوا الثومه كي يصاب تحميره، والله هانتوما ندير شويه القزبر المعدنوس ياك، جوج ريوس ديال الثومه، تقدروا ديروا حتى ثلاثه، انا درتي جوج بارك، ما تنبغيش الثومه كثيره، معلقه صغيره ديال الكمون، وراس معلقه ديال السودانيه، تقدروا ديروا الهريسه، تقدروا ديروا تكثر من هكا السودانيه اللي تيبغي حار، انا على ودي الدراري ما تياكلوش الحار، نسى شويه، تقدروا حتى الصلصه الحاره ديروها، خرقوم بلدي معلقه الملحه ديرها على حسب الذوق، نص معلقه ديال البزار اي شويه البزار، معلقه ديال التحميره معلقه. هادشي اللي هندير دابا في البطاطا، دابا ملي طيب ليا طيب ونمعسها وندير فيها هادشي، ندير لا كنتو تعقلوا على كاين اللي تيديرها دابا وكاين اللي ما تيديرهاش. مطيشه دواور تدار في المقله هنديرها حتى هي، باش لاطا دابا الليل والله ما تياكلوش لاطا من غير ريتاج. المهم ندير هادي، نديرها لاصوص، نديرها دواور نطيبها. هاد نقول لكم السر اللي هندير المعقوده، هاد ندير لكم شنو هندير له، شنو هندير باش تجي مقرمشه وتجي بحال ديال الزنقه. المهم بقاو معايا حتى الاخر. دابا هي البطاطا طابت، المعكب هادي هادي زوينه، شاريها زوينه تسمعك بها دغيا، مسخليش لك تقريبا البطاطا راه كيلو ناقصه منه شي جوج حبات.
انتما من بعد معكسها عندي القزبر مدنوس ندير الثومه وندير الملحه هذه التحميره ماشي التحميره راه تنسى تنقول التحميره هذه سميتها هذيك الفلفله راه كاينه دابا النيوره دابا راه ولات عند العطاره تينقيوها لي ينقيوها وتطحنوها ولا تنقيها بيديك اغلبيه تنقيوها هما المهم ما درتش بزار كامل تندير على حسب قياس نتوما ديروا على قياس البطاطا تقدروا ديروا كثيره نخرقوا ما نديروش كامل حتى هو على حسب البطاطا كمون الكمون درتو كامل السودانيه ما درتهاش كامله باش ياكل الدراري نقص الملحه ما نديرش هي شويه حيت راه فاش كنت سلقتها ندير شويه الملحه المهم نخلطها ونشوف في الاخر واش هي هذيك غندوقها ونشوف واش بقاو معايا نخلطها دابا فاش نخلطها نخلطها مزيان ونديرها دبورات ونخليها ونمشي نصايب الطحين ديالنا و بحيث نخليه هو انا دابا نوصل ليه ونقول لكم شنو نتوما تخلطوها هكا مزيان تمعكوها تاتي غزاله شي ياكلوا ولاد كلكشي ديال الدار حسن من ديال صافي شنو فيها شوف الشكل معكسها ما حبسش لكم باش تشوفوا شحال ما حبسش الفيديو باش تشوفوا كي معكسها دابا نجمع قنيته ونبدا نوريكم كيفاش ندوق بعدا هي هذيك في الملح هانتوما ديروا لها بحال هكا وتخليوها هانتوما تبان لكم نزيدو بحيده هانتوما دابا بقاو معايا تنكمل ونرجع نوريكم هانتوما المعقودة من هانتوما صايبتها دابا نخليها ترتاح من بعد نصايب الطحين ديال السر ديال المعقودة الطحين هنا يكون شي 160 غرام معاه خرقوم بلدي ها باش يلون قيس انا درت نص معلقه هنا معلقه ديال الخميره هذه الفوريه معلقه هنا مليحه غير القياس اللي ما تيقدش على ريحه الخميره انا تجيني عاديه اللي ما تيقدش على الخميره يدير شويه فاني شويه باش تحيد ليه هذيك هذيك الريحه ديال الخميره الماء على حساب تبقى خلط تقدر هنا نخلطو بهذا اليدوي كاين اللي تيديرو هذاك الشيء الكهربائي انا ندير به خلاط يدوي ماشي خلاط كهربائي
المهم راه ما تديوش عليا، راني عيانه، ما تكونش جاريه. هانتوما بقاو بقاو معايا نخلط، نتوما معايا ترى ونخليها ربع ساعة تتخمر. الشيء هذا هو السر، هذا عطاه ليا هاد السر واحد تبيع معقودة، هو اللي عطاني هاد السر ديال هاد باش تجي قرمشة. انا كنت ندير فيها البايت تجيش الطحين باش تجي زوينة باش تضر في المعدة. هادي ما تتش هذا علاش هاد سميتو ما تتشربش الزيت ناشفة. فاش نبغي نطيبها الزيت خاصها تكون سخونة، فهمت؟ تكون سخونة باش ما تهز الزيت، نزيديه شي قطرات الماء تخلي واحد تبقى دابا ترتاح. نغطيها خليها واحد ربع ساعة وهانتوما معانا. هانتوما شوفوا بقاو معايا، هانتوما شوفوا خليها ربع ساعة باش خمر وبقاو معايا دابا حتى الاخر. هانتوما دابا نبدا في الشرم نقليه. دابا الزيت راه سخونات، درتش الطحين فورس وداكشي، تندير الزرع انا تندير غير الزرع. نبدا نقليه ملي غيوجد ليا الطحين ديال المعقودة حيد عليا السردين الشرم، ما تديرش عليا في الشرم في السردين. نحاول يا من شريكة أنا شريكة البار طارجة بالليل بالي في الخبازة وعجبني، لكن ما معاك انا خارجين فاش صورت لكم ديال المعازيز صافي جاني عيانة بزاف. ما هاد المقاقلي الغد جابونا وكل بنهار كان بغات هو بغات الليل. الحوت ديالنا راه سالا ليا كاريط نشاف ما خديتوش، ولكن عرفتي شنو ديال الكاريط عرفتي ديالاش ديال المخبزات اللي تجيب فيهم الخبز والكمير تنخليهم احتياط فاش بغيتي سالا ليا كاريط نشاف ديال الكوزينه تندير هذا. ها نتوما دابا الزيت سخنات ولا تعرات من هاد الطحين زيدوا الطحين باش تجي مقرمشه تجي غزاله. تعاونوا بجوج فرشيطات واخا شويه هاد الخدمه فيها ماشي مشكل، لكن راه معقوده هو السر ديالها. الى عجبتكم دعيو معايا في الصحيحه والفكاكه على خير. نعطيكم السر من اسرار ديال. هانتوما البنات شوفوا المعقوده، سمعوا مقرمشة ها سي غزالة ما تهز الزيت. راه عرفتي نسى هاداك الكاغيط اللي قلت لكم الورق ديال
ديال المخبزات حيت نخليهم انتما. هادي هو مطيشه اللي قلت لك تندير هاد الباور، تندير على التحميره بزاف، ما درت ليها لا تحميره.